خلصت جامعة بدور على شغل، صحي لي شغل بالكويت. فحكيت بدي أشوف أسأل شو الوضع بالكويت، هل هو الشغل كويس، شو بحتاج، شو كويس شو مش كويس. رنيت على شاب صاحبي في الكويت بيشتغل في الكويت عشان أعرف شو الوضع. فرنيت عليه حكيت له اسمع أنا صحي لي شغل بالكويت، كيف الوضع، تمام مش تمام، شو الوضع؟ حكى لي شوف هني شغلتين إذا موجودات معك حيكون وضعك تمام. قلت له شو؟ قال لي أول شيء اللغة الإنجليزية. قلت يا حبيبي أو ماي جاد أم أو أم جي، بحاول أقنعه أنا قاعد. فأنا حكت له يعني لازم أكون فلوينت في الإنجليزي يعني. حكى لي تجيش. قلت له طب خلص خليها نص تمام، شو الإشي الثاني؟ قال لي يكون معك واسطة. قلت أحسن، أنا بالأردن معيش واسطة. قلت له أنا بالأردن ضاعت هويتي، قعدت 3 سنين ماشي بشهادة التوجيهي في الشارع، يجي شرطي بالله هويتك يا شاب. دقيقة جاي تقول لي واسطة؟ بس قلت له اسمع أنا راح أتوكل على الله وأطلع الكويت. إحنا يعني شباب، خصوصا شباب الزرقاء، إحنا كثير حدقين فاهم كيف. فحكيت أنا حطلع على الكويت وحكسر الدنيا، خلص حدبر حالي شو بدي أعمل. فأنا كشاب حدق حكيت خليني أخلص كل إجراءاتي وأطلع على الكويت. بلشت بإجراءاتي، بعدين حكيت خليني أشوف كمان أفحص حالي جسديا وكذا وسناني، لأنه سناني كل ما يكونوا فاضيات واحد فيهم بتسوس، فهمت علي؟ فحكيت خلوني أفحص. بس أنا بكره الدكاترة يا جماعة. في دكاترة هون؟ يلا نحش معناته. في دكاترة، أنا آسف أنا بحبهم بس في شوية مشاكل بس معهم. طب مع دكتور، مين الدكتور قال بالله؟ مين دكتور؟ طيب الدكاترة سؤال، أنا بستفزوني بشغلة واحدة بس، برودهم. بتكون الحالة صعبة وبيحكوا ببرود. أنا يعني أنا كشخص أنا ماشي، أنتم بمر عليكم كثير شغلات على عين وراسي، بس تلاقي 2 دكاترة واقفين تشريح مثلا، فبيجي واحد بيقول للثاني اسمع سمعت امبارح حاجتك حالة صعبة شو الوضع؟ بقول له آه والله جتني امبارح حالة صعبة، فتحنا بطنه، استأصلنا الكلية تمام، بعدها والله طلعنا العين اليمين كانت خربانة فاضطرينا اضطرينا نزبطها وخلصنا. شو صار؟ مات. أكيد حيموت يعني، إيش مستنين منه؟ أكيد حيموت يعني. خلصت كل الإجراءات، أجيت أسافر، فطلعت ماشي بالمطار عادي زي واحد يسافر. في كل مطارات العالم نفس الكاركترات موجودة، هذا تبع الجوازات أول واحد العميق، أنت بتعرف اللي بيكون قاعد زي هيك وبتفرج. بعدين دائما في بطاحونته أكل. طلع أنا معيش إشي بس أحس حالي مهرب إشي. بصير أفقد آه تلفوني، شنتتي، بفتح آه أغراضي، تمام معيش إشي. طب خلاص ارحمني. فأنا واقف هو زارع التوتر فيي، فبيجي دوري، هات جوازك تفضل. فهو ايش اعترف ايش في؟ طلع في الجواز هيك وسيم كنعان. مين وسيم كنعان؟ والله ابن خال. والله ابن وسيم كنعان ابن خالتي، والله اعطاني جواز قال لي اعمل لي عمره وارجع. بالله انا وسيم كنعان. شو هاي انت مع الغمزه فاهم؟ شو هاي؟ بقول له شنطه اللابتوب. شو فيها؟ والله ملوخيه مخرطه. قلت على الطريق اذا في شو شنطه اللابتوب فيها لابتوب يا رجل شو مالنا. طيب ماشي ماشي روح ماشي يا ظريف. ختم لي الجواز وطلعت. طبعا زي اي واحد اردني بعد ما اختم الجواز وين بدي اروح؟ على الحره. يسعد دينك. ايوه جمال إلها الحرة كثير بتبيع دخان شكلها. تروح على الحرة، الحرة بحس الشعب الأردني بيشوفوا الحرة هجنة مش عارف كيف. كروز الدخ كروز المالبورو عندنا 25 ليرة هناك 20، بطقع 23 كروز.
هو مسافر يدخن. انا حاسس اصلا مين اللي خرم الاوزون؟ احنا. بتقع له 23 كروز دخان وبيطلع وبيبلش يفكر كيف يخبيهن عشان الجمارك. بيفتح الشنطة وتحته كروز وكروز بيفتحه، وقبل لا يسكر الشنطة بحط 3 جربات وبكسرين عشان انه على اساس اذا فتحوا الشنط اف لا لا كمل حدق حدق. بعدين كيف بمشي في المطار عشان انه قال هيك بدي امشي في ثقه، اذا شافني مهتز بوقفني تلاقيه ماشي هيك فاهم، الناس ماشيين هيك وهو ماشي كانه بقول له ناديني اسمع هيني. بعدين تبع الجمارك تحسه اخوه تبع الجوازات برضه هيك واقف. حلو عجبتك صح؟ لا انا بحكي اللي صار، بس انا ما اخذتش دخان القد اقل شويه 18 كروز. فطلعت بالطياره، طلع جنبي واحد يا اخوان ختيار كبير شبه، بتعرفوا تكسيم هذا الختيار؟ تكسيم اقسم بالله يا اخوان انه شبهه. فانا قاعد زي هيك، انا اصلا طول الرحله بفكر انه تقعد واحد جنبي شقره مثلا شيء أخدمها إشي مثلاً تعطيني الجنسية عقولتك. ختيار إيش ختيار؟ لو أخدمه مش حيرح يرجع ليها حيموت يعني. جابوا الأكل الوجبة تبعت الطيارة، لا لسه ما خلصتش النكتة لسه. جابوا الوجبة تبعت الطيارة فأنا قاعد بوكل، فبطلع اللي جنب الختيار مستعجل مش عارف ليش، فبوكل بوكل 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 خلص مسك الهايجين فتحوا يا اخوان عن جد هاي ما اقسم بالله عن جد، وموجود عندي على الانستغرام انا مصورها، انا كنت اصور يا اخوان فتحوا انا بالي خلص بدي انظف. المشكله انا مستناه يقول لا هو تقسيم. أنا خفت والله يا أخوان إني خفت، الموضوع جدي بحكي هذا اللي صار معي. أنا خفت، ناديت مضيف الطيران قلت له اسمع بلع هايجين، قال لي يلا بنظف معدته يا زلمة. شو يا أخوان أقسم بالله صارت بالحرف صادق قد ما حلفت، بس ده الغريب. وصلت المطار، وصلت الكويت، نزلت بتطلع ايه كله هنود، حس حالي نزلت ترانزيت في الهند ولا شيء. هنود هنود هنود، بتفرج بتدفع بدي اسال حدا بدي اعرف شيء. لقيت عن بعيد واحد لابس هيك ابيض وعقال، وقلت بس وركاض لعنده قلت له اسمع احنا وين؟ قال لي احنا بالكويت. قلت له ليش مبسوط فيش غيرك كويتي يا زلمه، مالك مبسوط يا زلمه؟ قلت له عشان والشاب ما شاء الله عنه طلع مرتب كويس عشان نرجع الكويت بس. قلت له الله يخلي الله يسعدك وشكرا. قال لي اهلا وسهلا فيك بالكويت واحنا اخوان وكذا الله يسعدك. قلت له بس بدي اسالك شنطتي من وين اطولها يعني من وين اجيبها؟ فدلني وقال لي شكرا لك واي شيء بدك اياه انا جاهز، وما شاء الله عنه ما قصر معي. هاي ترقيع دلني على المكان. رحت لقيت واحد هندي واقف وشنطتي معه حاططها بالهاد، فاجيت عليه بحكي له مرحبا ايش حتطلع بشار من ثمك هسه؟ ناري ناري كم حتطلع بشار يعني؟ قلت له هذه الشنطه، هاي الشنطه لي، ايش بتصوروا فيلم هندي يعني ولا انت البطل يعني مثلا؟ ها قال لي لا بابا هذا شنطه مال انت وانا يروي يودي سياره. ايش ارتب كلمات انا هسه؟ لا بابا هذا شنطه ما قلت له شوف اول شيء انا مش ابوك
ثاني إشي خذ لي هاي الشنطة وروح حط لي إياها بالسيارة. راح حط لي إياها بالتاكسي، قعدت بالتاكسي فبطلع في الشوفير بعمل لي، فبقول له شو يعني أنت شوفير البطل تبع الفيلم ولا شو؟ شوفير البطل أنت ولا مش في فيلم هندي بتصور قاعد؟ يقلي يقلي أهلاً بابا أهلاً بابا. قلت له أنا أنت وين بعرف إمياتك أنا؟ وصلني يا زمشان الله. هادر بابا هادر بابا. ماشي ماشي أنا يروح، أنا سيروح يلف في الكويت، أنا يعرف أنت كل مناطق. أوكي مش فاهم أوكي بس. اطلع هذا تاورز، هذا تاورز. قلت له شو هذا تاورز؟ لا تاورز لو ابراج الكويت. قلت له نص ساعه تفهمتها. كملنا شوي بعديها بقول لي هذا ماما مجلس. طبعا بعد نص ساعه فهمت انها مجلس الام. روحت وصلت البيت، وصلوني على السكن تبع الشركة، فدخلت قالوا لي هذا سكن الشركة معك حيكون ناس وشغالين. فتحت ودخلت لقيت واحد هندي. تريد تقول هاش مات البطل؟ بالله عليك لا تقول، أنا متابع الفيلم من المطار، تقول ليش مات البطل بحين؟ أجى علي شاب مصري صديق بقول لي لا اسمع تخوتش، أبوه توفى. طلعت فقلت له البقاء لله. بقول لي شنو؟ شو أقول له يعني بقاء للأقوى ولا شو فاهم؟ فروحت بقول له اسمع يعني بدي أعزيه، شو أقول له يعني مش فاهم علي كلامه مكسر العربي وأنا مش فاهم شو أقول له بدي أعزيه. قال له ما عليك ما عليك أنا بقول له ما ليش بوك أبوك مات، ما ليش هو يروح بدنا هنا كله يجي هيك البقاء لله.